البنات زوينات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك واحد الوصفه سهله وغزاله، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. اون كريم فرواد ولا صوبة بارده، هاد الوصفه ديال هنايا ديال لا ريجيون ديال مالاغا. كانت شحال هادي وصفه ديال الفقراء، ودابا ولات وصفه اللي كيفتخروا بها هنا في هاد لا ريجيون. كاينه في جميع المطاعم، يبدا يسخن شويه الحال كتولي اعتياديه في لي منو ديال المطاعم. الوغ كتجي غزاله ولذيذه والمقادير سهله مهله. هانتوما غادي نحتاجوا ليها الخبز اللي كيكون بارد ديال البارح، مطيشه، نصيص ديال الفليفله حمراء ولا خضراء، شويه ديال الطول، بيض مسلوق، وشويه ديال الزيت البلديه. هادشي ساهل ماهل. الو فوالا، كنتمنى انكم تبقاو معايا وتتابعوا الفيديو، وانا متاكده انها غادي تعجبكم. الو بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم، غادي نحتاجوا مطيشه اللي كنغسلوها نقشروها وكنقطعوها بحال هكا، طروفة كبار ولا صغار اللي كان، لان غادي نطحنوها من بعد. كنحتاجوا البابا ديال الخبز البايت، ضروري انه يكون خبز يعني ديال نهار ولا يومين ماشي طري. كاس ديال الزيت البلديه، واحد تريس ديال الثومه، معلقه ديال الخل الابيض، نص معلقه ديال الملح. غادي نحتاجوا شويه ديال نص فليفله حمراء ولا خضراء اللي كان عندنا، كنقطعوها بحال هكا. غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات مسلوقين وشويه ديال الثوم. الو هادو هما العناصر. غادي نبداو باذن الله، هادشي من اسهل ما يكون. كنديروا كلشي في الطراب، في الغراف ديال الطراب. مطيشه، الزيت، ملح، الخل، ثومة، الخبز، نديرو الفليفلة حتى هي، وكنطحنو هادشي، كنسدو عليه وكنطحنو هادشي كامل. على ولا ملي كنطحنو لاسوب ديالنا كنطحنوها مزيان، كخصها تبقى واحد لاكخيم بحال هكا، ما فيهاش طريفات حتى ديال شي حاجه، كريم ليس بحال هكا، ولا تكستور كخصها ما تكونش لجاريه بزاف ولا قاصحه نون بلو. الو فوالا، ودابا كندوزو البريساج. هادشي ساهل ماهل، ديك واحد الفليفه نديرو شويه ديال البيض اللي حكيناه، هذاك البيض اللي سلقناه من قبل كنحكوه في الحكاكه رقيقه، كنديرو شويه هنايا ديال البيض، وكنديرو شويه ديال الطون بحال هكا. كندير واحد النقيطه ديال الزيت البلديه، ايبي فوالا، هيا لاسوب ديالنا. كتجي غزاله ولذيذه. هنايا في الصيف كيبدا يسخن شويه الحال، هذه كتولي واحد الصوبه اللي كلشي كيطلبها في المطاعم، الناس كديرها في الدار، يعني معتاده وكتجي لذيذه وغزاله. بون كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى يكون عجبكم فيديو ديال اليوم، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.